بالنسبة لأبوتريكا، أبوتريكا واحد من أعظم اللاعبين على مدار تاريخ كرة القدم في مصر، ولا مخلوق يقدر يقول كده. كان تناوله كلاعب. فيما يتعلق بالجزء الثاني اللي أنت تقصده، أنا هنا لا أستطيع أن أنا أتدخل في هذا الأمر، لأنه أنا تعودت في حياتي في أمور أمام القانون، أمام القضاء، إحنا كلنا سواسية. لكن من المؤكد حتى هذه اللحظة زي ما انت قلت لم يثبت اي شيء، وما زال الموضوع محل نظر. لكن هو كلاعب كورة ما حدش فينا يختلف انه واحد من اعظم اللاعبين على الاطلاق. بالنسبة للاعلام ان هو اصبح هو اللي بيعمل الحدث، الحدث مش موجود، انا موافق جدا جدا. وفي البعض بيحاول يختلق قصة من الخيال عشان يعمل جذب اعلامي.